بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أردت إخراج الفقر من بيتك. جاء شاب إلى آية الله السيد عبد الكريم الكشميري رحمة الله عليه، وقال له بأن يعاني من مسألة الفقر وملازمة الفقر في بيتي في حياتي. فقال له آية الله السيد الكشميري قدست روحه الزكية، عندما تدخل إلى البيت في أول دخولك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم اقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من فعل ذلك أبعد الله سبحانه وتعالى وأخرج الله سبحانه وتعالى الفقر من بيته. فعل هذا الشاب هذا الأمر لأيام معدودات، وإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح له باب الرزق. رجاء 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 ثابر على هذا الأمر يوميا. ربما يكون أو يخرج هذا الفقر خلال أسبوع أو خلال شهر، ولكن هناك ضامن هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك هذا السيد العارف الكبير. واظب على هذا الأمر وحاول من الآن أن تخرج الفقر من بيتك. كفاك فقرا وكفى المدة التي بقي فيه الفقر في بيتك. صباحات ولائية، أمين محمد، إذاعة الروضة الحسينية المقدسة.